هو الحمد لله دخولي للعمل الإذاعي كان يعني نقول بدأ بنبوءة من مدرس التاريخ في الثانوية العامة الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم. كنت في زيارة له فلاحظ أن صوتي يعني صوت إذاعي، وأخبرني بأن صوتي يشبه صوت المذيع أحمد سمير رحمه الله. فأنا يعني إيه لم أنسى هذه، يعني أخذتها كشهادة ووسام أنني يعني ربما في يوم من الأيام لو استطاع الدخول الإذاعة يعني كانت تبقى يعني فرصة جميلة جدا، وإن أنا في الإمكان إن أنا أكون مذيع في المستقبل يعني. فبعد أن أنهيت دراساتي الجامعية وذهبت أيضا لعمي محمد زكي العرابي بالبنك الوطني للتنمية، وكان رئيسا للبنك الوطني للتنمية، أخبرني بأن صوتي أيضا صوت إذاعي، يعني كانت أذنه يعني حساسة، فقال لي لماذا لا تتقدم للعمل بالإذاعة؟ قلت له هل ممكن يا عمي؟ فقال لي أنا سأقدم لك طلبا، ولو أثبتت كفاءتك يبقى خير وبركة، ما نجحتش أنت بتشتغل في الصحافة. أنا في ذلك الحين كنت أعمل مصححة للغة العربية في دار مايو الوطنية للنشر، كانت في الزمالك في أبو الفيدا في الزمالك. كنا نقوم بمراجعة العديد من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية، وكنت أيضا يعني بعد عملي في بداية عملي في جريدة مايو كمصاحب ومدقق للغة العربية، نتيجة يعني زملاء اللي هم الأقدم مني وأساتذتي وجدوا عندي يقظة في المراجعة يعني، وأنا أعمل في تصحيح مثلا بجريدة مايو عندما أسمع آية قرآنية تصدر من أستاذ مثلا فنطقها بصورة خاطئة أقول أستاذ محمود في خطأ فيقول لي فهم طلبوا الفريق بتاع اللواء الإسلامي لهم ترابيزة، فطلبوا أن أنا أشارك معهم أكون واحد منهم وأساعد معهم في تصحيح جريدة اللواء الإسلامي، فانتقلت من جريدة مايو إلى اللواء الإسلامي، والحمد لله استمررت فترة طويلة في العمل بها يعني، إلى أن انتقلت لاختبار الإذاعة بعد أن كنت قدمت يعني طلب، عم يقدم لي طلبا للإذاعة. هو طلب ولكن لم تكن هناك عملية إعلانات من جانب الإذاعة أن هم طالبين مذيعين جدد. لا مو حتى صدر الإعلان يعني. أنا كنت مقدم الطلب ونسيت الطلب ونسيت الطلب أنا فوجئت به، ولكن كان هناك فرحة بقى عندما أتى لي الخطاب بأني يجب علي أن أذهب إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ليقابل أستاذ سهم عمر وأتقدم للاختبار بالإذاعة. لجنة الاختبار يا فندم كانت بتتكون من مين؟ كان على ما أذكر كان الأستاذ علي عيسى والأستاذ فتحية الإناوي والأستاذ عطية السيد والأستاذ محمد سناء الغالب يعني. فالحمد لله مجرد ما دخلت الإذاعة كان الأستاذ علي عيسى كان بيقدم في ذلك الحين برنامج قول ولا تقل، فمجرد ما أنا يعني قلت بسم الله وبدأت أقرأ النشرة قال لهم ده صوته إذاعي، ده كأنه متربي في الإذاعة يعني. الأخبارين بذلك من كان في واحد كان قريب منه أو مستني دوره وكان سمع كل الحوار فنقله لي بالحرف الواحد، يعني اسمه طاهر حديري، زميل طاهر حديري طبعا هو في شكل أوسط. أيوة نعم. نقل لي قال لي يعني أنت من قبل ما تظهر النتيجة قال لي أنت ناجح من حضرتك عملت مع الإذاعة الكبير الأستاذ أحمد وهداني. طبعا نعم. ما هي الأصوات الإذاعية اللي علقت في ذهن حضرتك قبل ما تلتحق بالإذاعة؟ يعني احنا دايما واحنا صغيرين ايوه طبعا اذكر انا اتربيت على اصوات اذاعيه كبيره، انا كنت احب ان اسمع الاستاذ روشوشه طبعا، الاستاذ صبري الوتون الجميله والاستاذ صبري سلامه الله يرحمه على الماشي. وانا كنت يعني كثيرا ما استمع الى الفتره الليليه بتاعت البرنامج العام قال الفيلسوف وكنت اسمع طبعا احب اسمع الاستاذ عبد العال هنيدي في نشر الاخبار طبعا، والاستاذ احمد سمير ايضا كنت طبعا مغرم بيه وبحب اسمعه. انا انبسطت حتى لما قال لي المدرس التاريخ كنت يعني من فتره بحب اسمعه حتى لو قاعد كده كاني كما لو كنت انا بسمع يعني عازفا من سلام صوت جميل يعني ما شاء الله. ايه طبيعه الاسئله اللي كانت في لجنه الاختبارات؟
لجنة الاختبار دايما بتركز على الصوت، نسبة النجاح فيه أو يعني نسبته 40%. الصوت واللغة العربية 40%، والثقافة العامة 10%، واللغة الإنجليزية 10%. فاللي بيجيب أكتر من 80 بيخش المجموعة النوعية بتاعت المقدمين والمذيعين. فالحمد لله أنا دخلت مقدم برامج، دخلت يعني عملت مقدمة للبرامج في البداية، ثم يعني دخلت اختبار آخر وعملت كمذيع يعني. طب أنا يعني من خلال يعني حديثي مع بعض الإذاعيين الكبار زي الأستاذ أحمد وحدان وحازم طه، بيقولوا لي إن هم كانوا بيقعدوا مستمعين ممكن 9 شهور قبل ما يبتدي ينطلق يعني. ده تم مع حضرتك برضو إن كنتوا في الإذاعة كنوع من التدريب قبل ما أصواتكم تنطلق في الميكروفونات؟ نعم، هو أي مذيع بيبدأ في الأول بيتعود بداية، لذلك في البعض يسأل سؤال يقول إيه أول نطق لي كان عامل إيه؟ ومش أول نطق، إحنا بننطق بس الشعار فقط. أيوة. فالشعار ده ممكن نقعد عليه 6 شهور. يعني زي هنا القاهرة مثلاً. فأنا كنت بتدرب عليها حتى وأنا ماشي في راكب قطر، راكب مترو، فتلاقيني بيني وبين نفسي كده مع الضوضاء بتاعة حركة المترو أو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة القرآن، طول ما أنا قاعد، عشان يبقى المسألة المخرج يعني سلس، ما أنا بنلين مخرج الحرف ومخرج الكلمة. مخارج الحروف لابد تكون سليمه وسهله اثناء الكلام، مش اقول بدل ما اقول مثلا ايه اذاعه القران الكريم من القران، فيها تقعر لكن لما لسان بيتدرب عليها ولسان اعتاد ان هو ينطق بها فتخرج بسلاسه وسهوله. استاذ شهاده حضرتك كيف ترى وضع